السلام عليكم. أمسية سعيدة للجميع في انتظار التحاق الإخوان والأخوات. أمسية سعيدة للجميع. نتسناو الإخوان والأخوات يلتحقوا باش نبداو إن شاء الله تعالى الحصة ديالنا. غادي نبارطاجيو الرابط إن شاء الله تعالى، نبارطاجيو الرابط الإخوان. بارطاجيو رابط الحصة إن شاء الله تعالى. بارطاجيو الرابط الإخوان باش تنطلق الحصة إن شاء الله تعالى. التحقوا الإخوان والأخوات غتنطلق الحصة. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بارطاجيو الرابط اللي يسر الله. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. استغفر الله. في انتظار ان شاء الله تعالى يلتحقوا الاخوان والاخوات باش نبداو التصحيح ديال التمرين اللي يسر الله. نبداو التصحيح ديال التمرين ثم بعده نبداو التصحيح ديال التمرين ثم بعده ان شاء الله تعالى نكملوا الدرس ديالنا. نتمنى ان الحضور ما يكونش ضعيف. نعم نصحوا التمرين ان شاء الله تعالى ونكملوا الدرس الى يسر الله. وغادي نتعرفوا على مجموعه من الاشياء المهمه بزاف خصوصا انطلاقا من التصحيح ديال التمرين اللي عطيته لكم في الحصه الماضيه، لان انطلاقا من الملاحظه ديال بعض الانجازات خديت مجموعه من الامور التي يجب تصحيحها. سي يوسف القسطاسي مرحبا بك. مرحبا سي يوسف القسطاسي، عضو أكاديمية النجاح اللي غادي يكون معنا إن شاء الله تعالى في دروس الإسلاميات للثالثة إعدادي وكذلك الثانية بكالوريا. البشرى التي جئت بها اليوم إن شاء الله تعالى هي انطلاق أكاديمية النجاح نسخة الثالثة إعدادي. جميع الأساتذة متوفرين، جميع الأساتذة، بقى لنا ربما أستاذ ديال التربية البدنية هو إن شاء الله تعالى غادي نقلبوا عليه. أما جميع الأساتذة إن شاء الله تعالى متوفرين ديال جميع المواد، الرياضيات، الفيزياء، اللغة العربية، الفرنسية، الاجتماعيات، الإسلاميات، وعلوم الحياة والأرض. يعني جميع المواد ان شاء الله تعالى تم توفيرها بنجاح، وجبنا لكم اساتذه اكفاء
اللي معروف نخلص في السحر. انتظروا شوية مازال، التحقوا الإخوان والأخوات اللي يلا كيتبارطاجو معاهم الرابط، ونبداو إن شاء الله تعالى نزفوا لكم الخبر، وإن شاء الله غدا غادي يكون لي إعلان وجد باش يتحط بشكل رسمي، وكذلك الروابط ديال الصفحات ديال الأساتذة الكرام. غدا ان شاء الله تعالى غادي نحاولوا نحطوا الروابط ديال الاساتذه اللي غادي تتبعوا معاهم هذه السنه فيما يتعلق بالثالثه اعدادي. اللي بغى يتبع مع شخص اخر ليست جريمه، وانما فقط غير طلبا من الاخوه والاخوات. ارتأيتوا هذه السنه ان شاء الله تعالى نشكل فريق من الاساتذه الاكفاء اللي مشهود لهم بالكفاءه، واللي غادي يخدموا معاكم ان شاء الله تعالى على مدار السنة. بلا ما نعطيكم السميات ديالهم غادي نبارطاجي معاكم كل شيء، بلا ما نعطيكم السميات، بلا ما نستبقوا الاحداث، غادي نعطيكم جميع المعلومات والروابط وكل شيء. غير دابا خليونا ان شاء الله تعالى نركزوا في الحصه، وان شاء الله تعالى الشيء الاخر لو هم مدبرين الحكيم كيف كما اقول دوما. غير الاخوان الله يرحم لكم الوالدين، راه كاينين بزاف ديال الاخوان والاخوات في مجموعه من يعني من الصفحات والمجموعات سواء في الفيسبوك سواء في الواتساب اللي باقيين مجليين وما عارفين حتى شي حاجه على هذه الثالثه اعداد، وما عارفين حتى عمرهم يتبعوا الدروس. الله يرحم لكم الوالدين، فقط اعينونا بالبارتاج، المشاركة، شاركوا الرابط مع الاخوان ديالكم، شاركوا الروابط مع الاصدقاء ديالكم، مع الناس اللي كتعرفوهم غادي يدوزوا التسعة. راه بزاف ديال الناس كانت تلاقاوهم في المجموعات باقين تالفين وكنستغربوا لهذا الامر. راه العام اللي فات كان البارطاج كيوصل ل1000، كيوصل ل2000، كيوصل ل1500. بغينا بهذا الخير غادي يوصل لاخوان والاخوات، يوصل لبزاف ديال الناس. اذا الحصه الثانيه ان شاء الله تعالى في الجذور المربعه غادي نحاول ما امكن ناخذ خلاصه ديال داكشي اللي درناه في الحصه الماضيه، ثم نصحح التطبيق، غادي ندير لا كوريكسيون ديال لابليكاسيون ان شاء الله تعالى بالنسبه للتلاميذ اللي كيقراو بيوف، وغادي نكملوا ان شاء الله تعالى مجموعه من المعلومات الاساسيه. بعدا غير داك التطبيق راه بحد ذاته فيه بزاف ديال المعلومات اللي ضروري اننا نضبطوه، اللي ضروري اننا نضبطوه. اعتذر الاخوان كاينه حصه ديال اللغه العربيه خص ضروري انني ندير ليها البارطاج. غتسمحوا لي الاخوان غير دقيقه، استغفر الله. نبداو على بركة الله، اللهم يستر، نبداو على بركة الله. دونك بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله ومن والاه. بالنسبة للحصة الماضية اللي كان في الجذور المربعة، قمنا بتعريف الجذر المربع ووضعنا شروط، قمنا بتعريف الجذر المربع ووضعنا شروط. يمكن تلخيص الأمر فيما يلي، شوف غادي نلخصوا الأمر واحد من حاجة،
يمكن نلخص لك الامر فيما يلي. بالنسبه لمجموعه الاعداد الحقيقيه لونسومبل دي نومبر ريال او بيان لونسومبل دي ريال، مجموعه الاعداد الحقيقيه يمكن لينا نقسمو بهذه الطريقه هذه، يمكن لينا نقسمو بهذه الطريقه هذه. كاين عندنا هنا صفر، كاين عندنا هنا اعداد موجبه، اعداد موجبه دي النومبر بوزيتيف، دي نومبر بوزيتيف. وهنا كاين عندنا اعداد سالبه دي نومبر نيجاتيف، اعداد سالبه دي نومبر نيجاتيف، نومبر نيجاتيف. وهنا عندنا النومبر بوزيتيف، وهنا عندنا وسط منهم كاين زيرو، وسط منهم كاين صفر. اتفقنا؟ اذا بالنسبه لجذور المربعه لي غاسين كاري كاينين بو فقط، بين نهضروا بالفرنسي وبالعربيه بين عروها، فقط كاينين بالنسبه للاعداد الموجبه صافي. يعني لي غاسين كاري اولا الجذور المربعه كتخص فقط الاعداد الموجبه، الاعداد الموجبه لي نومبر بوزيتيف. بالنسبه للاعداد السالبه استاذ، بالنسبه للاعداد السالبه واش عندهم غاسين كاري ديالهم، واش عندهم جذر مربع ديالهم؟ لا لا صافي، لا لا ما كاينش عندهم جذر مربع. بالنسبه للصفر استاذ واش عنده جذر مربع؟ نعم صفر الجذر المربع ديالو هو نفسه الغاسين كاري ديال زيرو ايكال زيرو. إذن هاد الشيء اللي درناه في الحصة الماضية، الحصة اللي فاتت، هاد الشيء اللي درناه، قلنا بلي أن الكونديسيون الشرط باش أننا نهضرو على الجذر المربع ضروري يكون عندنا أعداد موجبة، أعداد موجبة. بالنسبة لصفر راه ما كيتسمى لا موجب لا سالب، كيتسمى عنصر محايد، عنصر محايد، ما مع هادو ما مع هادو، صافي كيتسمى عنصر محايد. بالفرنسية كنقولو ليه أن إليمون نوتخ، ان اليمون نوتخ عنصر محايد. صفر راه ما كنقولوا عليه هو راه موجب ولا راه سالب، لا، حيت كاين بيناتهم، هو اللي كيفصل بين الاعداد الموجبه والاعداد السالبه، دونك كيتسمى عنصر محايد، ما مع هادو ما مع هادو. اذا اللي غاسين كاري الجذور المربعه غادي نشوفوهم فقط بالنسبه للاعداد الموجبه. يعني اش؟ يعني ما عمرك غادي تلقى الجذر ديال ناقص 3، ما عمرك غتلقى هذا صافي، ما عمرك غتلقى الجذر المربع ديال واحد العدد اللي فيه اشاره سالبه. هذا الشيء اللي شفناه في الحصه الماضيه. ثم ذكرنا في الحصه الماضيه استخرجنا انطلاقا من لا ديفينيسيون، انطلاقا من التعريف، واحد القاعده، العدد السالب ما عندوش جذر مربع، كيفاش غادي نحسبوه هو ما كاينش اصلا؟ راه لا غاسين كاري الجذر المربع ديال العدد السالب نيكزيست با، ما كاينش اصلا، ما كاينش. وكتقولي كيفاش غادي نفهم ما كاينش اصلا شي حاجه اللي ما كايناش، بديتي تحسبيها كيفاش تحسبيها؟ بحال قلت لك دخلتي لواحد القاعه وما فيها حتى واحد، حسبي لي شحال من واحد فيها، راه اصلا ما فيها حتى واحد. اذا قلنا خرجنا بجوج ديال، اولا نقولوا غير قاعده وحده، ان العدد اولا الجذر المربع ملي كيتلاقى مع استثناء بحال اللي قلتي كيتلغاو بجوج، كتبقى فقط ا. هاد اثنان ممكن تكون لداخل ممكن تكون على برا، ولكن من واحد شويه ان شاء الله تعالى غادي نشوف واحد الاختلاف كيكون عندنا بالنسبه للعدد، اذا كتساويها. وعطينا في الحصه الماضيه مجموعه من الامثله، عطينا في الحصه الماضيه مجموعه من الامثله، مجموعه بزاف ديال الامثله خدمنا عليهم.
الاوس كتاكل الجدر والجدر كياكل الاوس. اذا غادي نصحو دابا التمرين اللي حطيناه في الحصه الماضيه خلال من خلاله غادي نراجعو مجموعه من الامور ونردو البال لبعض الامور اللي تغافلتو عليها ملي كنتو كتجاوبو. اذا هنا راه ملي غتشوفوا الدرس راه ما فيهش النقطه اللي عندنا الكلافيي غير ما نقلب على الدال المعجمه ما لقيتهاش، لذلك درنا غير الدال العاديه. نصحوا على بركه الله. اين القلم الازرق؟ ها على بركه الله غادي ناخذوا العدد الاول. اذا غادي نصحوا التمرين، جبدوا التمارين الانجازات ديالكم يكونوا قدامكم عفاكم الانجازات ديالكم التمرين اللي جاوبتي عليه انت الجواب ديالك حطوه قدامك. باش خذ قلم احمر، خذ قلم احمر وحاول ما امكن انك ما تمسحش الخطا، دور عليه ودير سهم وكتب داكشي اللي هو صحيح. 5 جيد 4 5 غاسين 4 شحال هو الجواب اللي وصلتوا ليه؟ 5 جيد 4 شحال هو الجواب اللي وصلتوا ليه؟ يلا باش يكون لايف تفاعلي، يكون لايف تفاعلي، نكونوا كنناقشوا فيه كنهضروا فيه، كتقولوا انتوا واخا انتوا غير كتكتبوا عطوني غير النتيجه ماشي مشكل. 10 الاخوان عفاكم اللي لقى شي عدد اخر يقولوا، اللي لقى شي عدد اخر باش انا كناخذ التخمينات علاش هذا الشخص مثلا خرجت ليه 20؟ لانه دار. اللي خصك تفهم يا صديقي، اللي خصك تفهم باش نجس ليك الامر. حنا دابا غادي نديرو لا ملتيبليكاسيون، غادي نديرو بهذا المفهوم الضرب مع سبق الاسره والترصد. الضرب صافي، غادي تضربوا دابا بالله عليكم. واحد السيد ندير لي تشوك خاسر بغا يضرب مع واحد السيد واحد اخر، ياك بغاو يضربوا الله يسخر. المهم بغاو يضربوا شغلهم هذا، حنا ما سوقناش. المهم هما بغاو يضربوا باش غير تحاول ما امكن انك تعقل على شنو كنقول لك. ولكن هذا قدام واحد الحاجه، قدام واحد الحيط، حيط ولا مظل ولا شي لعبه ولا شي خشبه ولا شي حاجه، المهم قدامه شي حاجه. بالله عليك كيفاش بيتي هذا غيضرب مع هذا؟ هذا بعدا ما يمكنش يقيس، هذا مستحيل ومستحيل يقيسو. واش عرفت شنو هي مستحيل؟ والله الا مستحيل يقيسو. وعلاش غادي دير 5 في 4 غتعطيك 20؟ ومستحيل هذا غيقيس هذا. والا قدرتي انك هذا يقيس هذا، منين يدوز ليه من هوك يجي ليه من هن، وكيفاش غيدير باش يقيسو؟ دابا دخلها لدماغك، حاول ما امكن انك تعقل على هذا الشيء اللي كنقول لك انطلاقا من الرسوم اللي كنرسم. غتقول شوف 5 في 4 20، لا ولكن بلاتي بيناتهم هذا العجب، كاين بيناتهم هذا الشرطه هذه اللي دايره بحال هكا جدر مربع، كاين بيناتهم هذا الجدر هذا، اذا ما يمكنش 5 تدوز لعند 4 باش تحسب معاها. اشنو غادي ندير؟ خصنا بعدا نحيدو المضل، نحيدو هذا الحاجز، هذا خصي شوف ايفيتا، خصو يتحيد. وكيفاش غادي تحيد؟ نجي ندير ليه هوك ولا نسحب البلانكو؟ لا ماشي هاد هي الرياضيات. اذا اي حاجه كنديرها في الرياضيات قلنا في الحصه الماضيه انها كدار بقاعده. شنو هي الحاجه الوحيده اللي كتحيد هذا؟ هي هاد جوج خص تبان. سهله نديرو ليه جوجك صافي. لا يا صديقي لا، والف لا ومليون الف لا، راه ماشي اون فوا كيكون عندك. راه دابا كنصح كنعالجو الاخطاء الاخوان. افضل حاجه ممكن ديرها هي انك تفرج في التصحيح ديال التمرين، لان في التصحيح كتعالج مجموعه من الاخطاء اللي كدور في دماغك. دابا جا مثلا واحد التلميذ قلنا ليه اودي راه هذا العدد بغينا نحسبوه، سهله دير ليه جوج عادي جدا وتمشي جوج مع هذاك والله يسخر. لا يا اخوان لا، خص ضروري ان هذا يدير شي لعبه باش يتحول باش يحيد ديك
داكشي اللي كاين فوق منهم. اذا هاد الربعه خصها تحول، خصها تحول، ما تبقاش ربعه، خصها تحول تولي عدد اس جوج، او اللي تولي عدد في نفسه. اذا شنو غادي نديروا ليها؟ خمسه مازال ما غاتضرب، باقي خمسه، ها هي خمسه بغات الضرب، لان ضرب اللي كاين هنا ما كاين حتى شي، انا ما يعني كاين ضرب. اذا هاد ربعه قلنا غادي تحول، غتولي هي جوج في جوج. اذا قلنا في الحصه الماضيه غتولي 2 اس 2، هادو كيتسموا مربعات كامله، صافي كيتسموا دي كاري بارفي. اذا شنو غادي يطرى دابا؟ هاد الجوج غتمشي مع هاد اللعيبه اللي فوق مع الجذر، اذا غتبقى ليا، غتبقى لينا 5 فوا 2 ها هي 5. دابا من حق 5 انها تضرب مع جوج، ايوا دابا غتولي عندنا هي 10. عندك الجواب صحيح، صفق لنفسك ماشي ليا، صفق لنفسك، برافو، ما تستاهلش بهذا الشيء، برافو، كل واحد يحفز راسه، برافو. يلا قلنا بسم الله. العمليه الثانيه 3 زائد جذر 36، 3 زائد جذر 36، 3 بلس غاسين 36. ثلاثة زائد جذر 36، دابا هاد ثلاثة بغات تجمع مع هاد 36. الجمع أنا كنقول ليه ديما الضرب، كنقول ليه بغاو يضربو، الجمع غاد كنقول ليه بغاو يجمعو، الناقص كنقول ليها بغاو يتفرقو، القسمة كنقول ليها بغاو يقسمو الورد. المهم انت عقل عليها غير بهاد التفاهات اللي كنقول، ربما غادي نجيك تافي، ولكن أنا هكا كنقري، العلم لله. إذا 3 زائد جذر 36، 3 بغات تجمع مع 36، في نظرك واش ممكن أننا نديرو عملية الجمع بطريقة مباشرة؟ الجواب قطعا لا، يستحال أننا نديرو لاديسيون بطريقة اللي هي مباشرة، مستحيل. وكيفاش بدير ليها؟ تجي تزداد وتدخلها، لا ما يمكنش، ما يمكنش. إذا شنو غادي ندير؟ ضروري خصني نحيد الجذر المربع، إذا غتكون عندي 3 زائد كاينين شي اخوان، كاين بعض الاخوان والاخوات، علاش زائد كتردوها ضرب؟ علاش زائد دائما يا اخوان؟ الله يرحم لكم الوالدين. العمليه اللي تعطاتك سواء كانت زائد او لا ضرب او لا قسمه او لا ناقص، سواء كانت زائد او لا ضرب او لا قسمه او لا ناقص، حاول ما امكن انك تحتفظ بالعمليه. علاش غنبدل انا العمليه؟ ما عجبتكش الزائد اللي عطاك، اذا ما ندير انا حتى شي حاجه. ها هي 3 ما عندها مشكل، زائد هي. المشكل عندي هنا، غنلون لكم المشاكل. المشكل عندي الجواب هو 3، استغفر الله. شويه عليكم، ما تزربوش الاخوان، شويه غنتعلموا، واخا نعاودوا لهذا الشيء 60 مليون الف مره، باقي الدوره طويله. المشكل عندي هنا، اذا شنو غادي ندير؟ غادي ندير جذر، وانا كنعرف ان 36 انا غنكتبهم لكم هنا في الهامش باش غير تلاحظوا. قلنا بلي ان واحد هي واحد واستثنان، جوج بغيت ندير جوج واستثنان، اربعه هي جوج واستثنان، بالنسبه لتسعود هي ثلاثه واستثنان، يعني ثلاثه في ثلاثه، بالنسبه ل 16 هي 4 على بويسونس دو 2، بالنسبه ل 25 هي 5 واستثنان، بالنسبه ل 36 هي 6 واستثنان، بالنسبه ل 49 هي 7 واستثنان، بالنسبه ل 64 هي 8 كاري، بالنسبه ل 81 هي 9 كاري، يعني 9 في 9 هي 81، بالنسبه ل 100 هي 10 في 10 اللي كنقولوا عليها 10 واستثنان، بالنسبه ل 121 هي 11 كاري، بالنسبه ل 144 144 هي 12 كاري، بالنسبه ل 169 13 كاري، بالنسبه ل 196 هي 14 كاري. اذا هادو حول ما امكن انكم
تعقلوا عليهم راه غير جدول ضارب ماشي شي حاجه. اذا هاد 36 شنو هي 36؟ 36 36 هي 6 كاري 6 اس 2 مزيان. هاني حولتها، شنو غادي ندير ليها دابا؟ بما انني حولتها شنو غادي ندير ليها؟ اذا غادي هاد الجوج هي اللي غتخليني انني نتخلص من هاد الجذر. اذا غتبقى ليا 3 ها هي، غيمشي الجذر مع هذا غتبقى 6. اذا غتعطينا 9، غتعطينا 9. ندوزو للعدد الموالي، ناقص 2 جذر 25. يلا الاخوان يلا 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 يلا، فيقوا من النعاس فيقوا من النعاس فيقوا من النعاس. نتعلموا غير بلاتي هي احسن بشويه علينا. الضرب مع هذا الشيء في الاخر تلقى الجذور فيهم جوج ديال النقاط، ولكن بشويه عليك باش تفهم. اذا هذا ما عنديش فيه مشكل، ما نحيدش هذه الاشاره. اي اشاره تعطات لك ولا اي علامه تعطات لك الله يرحم الوالدين ما تحيدهاش. اذا هذه الاشاره هذه ها هي، هذا ما فيهش جذر خليه. هنا ما كاين والو، راه كاين ضرب 25. شكون هي؟ دير بعدا الجذر ديالك. شكون هي 25؟ هي 5 اس 2 ها هي يا سيدي. اذا غتعطيني ناقص 2، غتمشي هادي مع هادي غتبقى لي 5. اذا غتعطينا موان 2 في 5 10 صافي. ناقص 10 استغفر الله. العدد الموالي نفس الفكرة تماما، نفس الفكرة تماما. جدر 81 ناقص 7 دابا غاصين دو 81 موان 7 غاصين دو 81 موان 7 شحال غتعطينا جدر 81؟ نمشيو نقلبوا عليها. 81 هي 9 اس 2 ها مزيان. اذا غندير هكا، هذا ما تحيدو، شوف هذا ما عمرك تحيدو حتى تبان لك جوج. بانت لينا جوج، اذا غادي نمشيو، غتبقى 9 ناقص 7 اللي غتعطينا جوج. يلا زيد العملية الموالية حتى هي سهلة وبسيطة. شحال غتعطيكم هذه العملية الإخوان؟ البارطاج ما تغفلوش عليه. جدر 144 زائد جدر 9 بلس غصين 9 شحال غتعطينا؟ يلا الإخوان اللي مازال ما داروا التمرين شحال غتعطينا هذه؟ يلا 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 الى ما عرقتي ونشفتي وحسيتي براسك كيضرك راه ما درتي والو. يلا 21 انا كيعجبوني الناس اللي كيقولوا اشياء مختلفه. غنشوفوا واش 21 ولا لا. نشوفوا نقول لك اش درتي. درتي 12 زائد 9 عارف داكشي اللي درتي واخا ماشي مشكل. السؤال المطروح شحال من مشكل عندي؟ شحال من مشكل عندي؟ ها بلاتي عندي ها واحد المشكل. ايوا ها جوج ديال المشاكل. اذا هنا خصني نحيد جوج ديال المشاكل. ها هاد 144 اش غتولي؟ راه كاينه عندنا في لا ليست هي 12 اس 2. الناس اللي ما فاهمينش هذه القضيه ديال هاد الجوج اللي الفوق، غير باش نعاود نشرح لك خصوصا الناس اللي يلاه جاوا جداد
راه ملي كنقول مثلا 25، ملي كنجي مثلا كنقولوا الديره هي 5 كاري 65 هكا، عرفتاش كنقصد بها؟ يعني ان الضرب ديال عدد في عدد كيعطينا 25 هو 5 في 5. وملي كنقول مثلا 100 راه كنقول هي 10 مضروبه في 10، خص ضروري يكون عندي نفس العدد، ماشي مثلا ندير مثلا 25 في 4 راه غتعطيني 100، لا خص يكون عدد في نفسه باش نقدر نكتبو على شكل 10 وفوق منه جوج. هاد الطريقه باش كنحولو هاد الاعداد. زائد العملية الا قال لك ناقص ناقص، الا قال لك ضرب ضرب، الا قال لك زائد زائد، الا قال لك قسمه قسمه. زائد ها هي الجذر مازال ما غادي يمشي، خصني بعدا نحول هاد العدد شحال غيعطينا ولينا عارفينه مزيان 63. اذا شنو غادي يطرا؟ غادي يمشي الاس مع الجذر غتبقى 12، غادي يمشي الاس مع الجذر غتبقى 3، اذا غتعطينا 15. يلا العدد الموالي، جوج جذر 3 زائد 5 جذر 3. السؤال المطروح هو واش ممكن نحيد الجذر؟ واش ممكن نحيد الجذر؟ واش ممكن هاد المشكل يتحيد بالطريقة اللي موالفين؟ لا، اذا هنا شنو غادي ندير؟ غنحسب عادي. استاذ ما فهمتش كيفاش غادي نكتبو دابا، ضرني راسي على الله كيفاش غادي نكتبو. علاش ها انت نجيب واحد الورقه ها؟ شوف هنا ما زربانين في الاخوان اللي زربانين، راه طال الله يبات. ها واحد، ها جوج، ها ثلاثه، ها اربعه، ها خمسه، ها سته، ها سبعة. أنا راه خاطري قشرتي واسعة تاو كنتفهمو. حز هاد الورقة، أرا نديرو جذر ثلاثة، جذر ثلاثة، جذر ثلاثة، وجذر ثلاثة، وجذر ثلاثة. غيجيك النعاس. جذر ثلاثة، هرا الأخرى، جذر ثلاثة، ها بلاتها بلاتي، بلاتها نقلبو هاد الشي بعدا نجمعوهم. شوف شحال ديال جذر ثلاثة، اللهم بارك، اللهم بارك، أنا كان هاد الشي فلوس. واش فهمتو شنو كنقصدو بجوج جذر ثلاثة؟ في اللغة العربية، في اللغة العربية ملي كنقولوا جوج ستيلويات في الدارجه ديالنا كنقصدوا بها جوج ستيلويات. ملي كنقول جوج دراهم كنقصد بها درهم ودرهم. ملي كنقول خمسات الخبزات كنقصد بها خبزه وخبزه 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 وخبزه، خمسات الخبزات. اذا ملي كنقول جوج جذر ثلاثه يعني جوج ديال جذر ثلاثه، وات جذر ثلاثه جوج منهم. ها هي بسم الله، ها وحدة، ها جوج. اش غندير؟ غنزيد عليهم زائد، غنزيد عليهم خمسة ديال اش؟ ديال جذر ثلاثة وات. ها واحد، ها جوج، ها ثلاثة، ها أربعة، ها خمسة. شحال ولاو؟ ولاو واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة ديال جذر ثلاثة وات، ولاو سبعة ديال جذر ثلاثة.
خدينا جوج ديال الجذر ثلاثة، زدنا ليها خمسة ولاو سبعة. أستاذ، أشنا هي الطريقة الأفضل أننا يكون عندنا الجواب صحيح 100%؟ أنا نعطيك دابا الطريقة والمنهجية الصحيحة. غدير القوس، ركز معايا ركز معايا، غدير القوس وغدير قوس هنا، وغتكتب داك العدد المشترك بيناتهم، داك العدد اللي متشارك بيناتهم، داك العدد اللي كيتشاركوا فيه اللي هو جذر ثلاثة. ها هو أنا. ثم غتاخد هاد الأرقام اللي على برا، شتيهم بالإشارات ديالهم، هذا ها هو. ثم الإشارة ها هي، ثم خمسة ها هي، ثم غتجمع هاد الجوج، غتولي عندنا شحال؟ هي سبعة جذر ثلاثة. نعود العملية باش نفهموها أكثر، لأن هذه غادي تفيدنا في واحد الفقرة ديال تبسيط الجذور المربعة. أنا دابا كنوجدك الفقرة الموالية، إلا فهمتي هاد الشيء اللي صغير، ملي غادي نخدمو شي حاجة كبيرة كون على يقين أنك غادي تضبطها. ركز معايا، سبعة جذر جوج، ناقص تسعود جذر جوج، باش تفهمني أكثر. شنا هي الحاجة اللي مشتركة بين العددين؟ غتقول لي جذر جوج كاينة هنا وكاينة هنا، إذا يكفي أن أجمع هذين العددين. كيفاش؟ غادي ندير القوس، وداك العدد اللي مشتركين فيه غادي نحتفظ به هنا، ثم غادي ناخذ هذا وهذا غنكتبهم بين قوسين، سبعة ناقص تسعود، صافي. إذا سبعة ناقص تسعود، شكون هو العدد الكبير؟ هو تسعود، غناخدو الإشارة ديالو، ثم تسعود إلا حيدنا منها سبعة جوج. من بعد إن شاء الله تعالى غادي نديرو حصة في الإشارات، ما بغيناش أننا نديرو هاد الحصة هي ديال الإشارات. نزيدكم عملية أخرى باش تفهموني أكثر. ثلاثة جذر خمسة زائد جوج جذر خمسة، دو غاسين سانك، موان أونز غاسين سانك، ناقص حداش جذر خمسة. اشنا هي الحاجة اللي مشتركة؟ غتقول لي الحاجة اللي تعودت هي ثلاثة جذر خمسة، كاينة هنا جوج جذر خمسة، حداش جذر خمسة. هاد الأرقام مختلفين ولكن هادو بحال. إذا هاد جذر خمسة تعودت ثلاثة المرات، ها وحدة. أشنو غادي ندير؟ إلا بغيت داكشي يكون عندي صحيح، غادي نفتح القوس وغادي نكتب هاد الأرقام اللي على برا كيف ما مكتوبين هنا. ثلاثة ها هي، هنا مكتوبة زائد جوج ها هي، هنا مكتوبة ناقص حداش ها هي، ثم جذر خمسة ها هي. شحال غتعطينا؟ غتعطينا ثلاثة زائد جوج خمسة، خمسة ناقص حداش هي ناقص ستة. أنا دابا ما كنناقش الحساب، الله يرضي عليكم، لا أناقش كيفية حساب الأعداد. ركز معايا على الفكرة ماشي على النتيجة. علاش كيفاش يا أستاذ خرجت ستة؟ راه ماشي ديما كتكون ستة، راه يقدر تكون ستة، تقدر تكون ثمانية، تقدر تكون 18، تقدر تكون 32، تقدر تكون 44، شي ما كريزي. من الأفضل دائما الطريقة ديال الحل، لأن الطريقة تنقص ماشي النتيجة هي اللي مهمة، الطريقة هي اللي مهمة في الرياضيات. يلا قولوا لي هذا شحال غادي يعطيكم؟ هذه العملية اللي غادي نكتب بهذا اللون هذا، راه ما كايناش عندكم تما غير انا زدتها. قولوا لي هذا شحال غادي يعطيكم؟ أربعة
ناقص زائد شحال غيعطيكم هذا العدد؟ يلا خدم عقلك شويه، خدم عقلك شويه وبشويه عليه، لان هنا راه لا اناقش التلاميذ، راه اناقش التلاميذ المتمدلسين، وكذلك اناقش الامهات والاباء الاحرار، لذلك بشويه علينا تنضبطوا المفاهيم. اللي زربان الاخوان راه انا ما زربانش. حاول الدماغ ديالك ما يبقاش مركز مع الاعداد. يلا 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 ما تنقلش من الاخوان، يلا يلا يلا. يقدر غلط في النتيجه النهائيه، المهم هو انك غير تفهم بعدا الطريقه، عرفتي الا مشيتي حتى فهمتي اش كنقول لك، كن على يقين ان الشيء الاخر غادي يجيك بسيط. الاخوان مره مره اللي سال العمليه ورك على ذاك البارطاج من جديد، باش الاخوان اللي في المجموعات الاخرى ولا ماشي اللي في زعما اللي في الجروبات الفيسبوك والواتساب يفيقوا شويه. اذا شنو غادي ندير؟ شنو هي الطريقه الافضل المثلى اللي ممكن نحسب بها؟ يقدر هكا يتجلى لي الحساب 4 ناقص 3 زائد، شوف بشويه عليك. أربعة ناقص 3 زائد 6، 4 ناقص 3 غتعطيني 1، 1 زائد 6 هي 7. إذا هذا الشيء كامل اللي هنا عطانا 7، عطانا 6 غاصين 7. تخي بيان، أجي دابا نشوفوا واحد النوع ديال الأعداد، نشوفوا كيفاش غادي نتعاملوا مع هاد الاعداد هاد. ركز جيدا، ركز معايا. نكملوا التصحيح. مجموعه من الامهات، خصوصا الامهات مثلا، اللهم بارك اللي جاوب على كل شيء، قالوا لي يا استاذ راه ما عرفناش هذا العجب هذا شنو. اسمعني مزيان كنصيحه لوجه الله، نصيحه لاخوان، نصيحه دائما في الرياضيات، في الرياضيات الانسان ملي كيخدمو كيطبلوكا، داك البلوكاج راه في حد ذاته راه عمل، راه ملي كتخدم واحد التمرين الدماغ ديالك كيطبلوكا وكيحاول ما امكن انه يحلو، كتحس براسك كيضرك، راه تما فين الدماغ ديالك بدا كيخدم، بدا كيفكر، بدا كيحلل، بدا كيستنتج، تغلط ماشي مشكل، ترونها ماشي مشكل، المهم هو ان الدماغ ديالك راك خدام به، راه الدماغ ديالك خدام. الا شفتي في العمل صعيبه فوت، لا لا ما نقدرش نخرجها، هنا الدماغ ديالك راه ما خدام حتى حاجه، راه الا بغيتي من هنا لشهر واحد انك تدرب انك تحل اعقد العمليات، راه من دابا كتبدا العمليه، من دابا كتبدا العمليات الدماغيه، تمرن تمرن انك توظف الدماغ ديالك مزيان باش انه يفكر، باش انه يحلل، باش انه يقلب على المعلومه المناسبه باش يحل لنا العمليه. حنا قلنا ياك اشنو قلنا؟ قلنا فين كاين عندي المشكل؟ هنا خص تركز مع واحد القاعده، واحد القضيه. نتخلص من الجذور الداخلية أولا، نتخلص
اولا يعني اش يعني اش يعني ملي كنقولوا بلي ان عندي واحد الجدر فوق من الجدر فوق من الجدر. دابا باش تفهمني مزيان هاكا دير هنرجعوا ثاني شويه نبسطوا لان كاين عندنا الامهات وكاين الاباء وكاين دراري شويه العقل ديالهم ثقيل. دابا انت ناعس مغط غطيتك بالمنطه الاولى وغطيتك بالمنطه الثانيه اين وحده غادي تخيط في الاول هنا وحده غادي تحيد في الاول جاوبني دابا جاوبني بغيتي تخرج هنا وحده غتحيد في الاول اللي بالاحمر ولا اللي بالخضر الطرف اللي كيتغطى بثلاثه المانط واش اللي بالاحمر ولا اللي بالخضر جاوبني اللي الفوق راه كي درتي ليها يديك راه كاينين تحت الحمراء كيفاش غتحيد اللي الفوق كيفاش غتحيد اللي بالخضر وراه انت بلاتي وقيله ما كيبانوش ليكم الالوان كيفاش غتحيد اللي بالخضر وانت كاين تحت الحمراء وقيله موالفين كيفيقوكم مال الدار راه ماشي شي واحد اللي غادي يحل عليك وانت انت دابا هذا هو انت بغيتي تخرج واش غتحيد هذه ولا هذه يديك اش غتقيس واش غتقيس المنطقه الحمراء ولا المنطقه الخضراء ملي غادي غتقيس المنطقه الحمراء هاويلي على الخضراء كي غدير الخضراء هاويلي على المنطق هاويلي على اللي قال الخضراء كي غادي ليها خدام معاك الجنون غلطوا ليك الالوان الله يسخر تحيدهم بجوج برجلي حتى هذا حتى هذا نظر شوف دائما لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم شوف دائما ملي كيكونوا عندنا الجذور الاصغر فالاصغر شوف اللي صغير عاد اللي فوق منه عاد اللي فوق منه وهكذا شوف غادي بالتراتبيه اذا انا هذا الجدر الكبير ما نقيسوش ما عنديش الحق انني نقيسو بعدا اصلا ما عنديش الحق نقيسو علاش لان اللي فوق من 16 هو هذا الصغير هذا شتي هذا هو اللي فوق من 16 اذا هاد 16 غتحاول تحيد ليا هذا اذا هاد الفوقاني ها هو ما غاديش نقيسو بقى خويا تسنانو بدك حتى تجي بانت ليك شي جوج كلها وسير في حالك ما بانت ليك بقى تم هذا هو المبدا باش خدامين اذا هذا بلاتي انا بغيت نحيد دابا هذا المصيبه الصغيره بغيت نحيدها هاد 16 نقلب عليها كاينه اذا هي 4 و 2 العمليه ما عمرني غادي نحيدها ثم هذا بغيت نحيد هذا الجدر اذا 25 هي 5 و 2 راه هذه هي الطريقه ديال الكتابه الاخوان راه ماشي انا كنبقى نكتب وناسي الجدر ولا ناسي ناقص ولا ناسي زائد راه هذا هو التحليل باش كنحلوا العمليه اذا غادي نقول هذا ما غادي فين هذا الكبير ها هي ما غادي شو هاي عليك
دابا هاد الصغير غيمشي مع هذا، هاني غنلونهم، راه ما كنشتموش عليهم زعما، والله الا ساليتو معاه. شنو غادي يبقى ليا؟ غتبقى ليا ربعه، ها هي، ها زايد هذا غيمشي مع هذا الصغير، جوج غتمشي مع هذا اللي فوق من خمسه، هذا الصغير هذا تبقى خمسه. دابا واش هادو من حقهم يتجمعوا؟ نعم من حقهم يتجمعوا، الا حسبناها غتعطينا ربعه وخمسه تسعود. هذا الكبير دابا هذا واش ممكن نحيدو؟ نعم الا ما قدرت صافي خليه. تسعود لي هي ثلاثة، إذا غتعطينا تخوة. صافا الإخوان، إذا هنا نتعلم واحد المبدأ ديال أن نحيد جذر بجذر. إلا ما قدرتش راه ما عندي ما ندير، الغلب الله، إلا ما قدرتش راه ما عندي ما ندير. كيفاش ما قدرتش ما عندي ما ندير؟ انا دابا كنعالج الاخطاء، من الافضل نبقى هنا ساعتين وانا كنعالج هاد الاخطاء خير من انني نبقى هي كنزروط في الدرس، نبقى عادي في الدروس. حنا دابا كنناقشوا، انا اخاطب العقل الباطني عندكم باش انكم تسجلوا فيه هاد المعلومات وهاد الملاحظات. كيفاش استاذ ما نقدرش نحسب؟ نعطيك مثال، أربعة زائد جذر 49. السؤال واش ممكن نحيد هذا اللي فوق؟ لا 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 ولا ولا لا لا. واش ممكن نحسب 4 مع 49؟ لا، ما عنديش قاعده. اشنو غادي ندير؟ نفكر نحيدو هذا الجذر اللي لداخل، بعدا نحيدو هذا ستيتو، هذا نحيدوه. تساوي هذا خليه 49، كنعرفو الجميع، نحولو بعدا 49 اللي هي 67. مازال ما غنحسبو، دابا هذا غيمشي مع هذا، ها هو غيتحيد، هذا اللي درت بالخضر غيتحيد، دابا غتبقى سبعة. السؤال واش ممكن نحسب هادو؟ نعم، سبعة زائد ربعة غتعطينا 11. السؤال واش ممكن نحيد هذا؟ لا لا، صافي تبقى هكا. واش غنحي عشان نبسطوها؟ مازال لا، ما يمكنش تبقى هكا، تبقى هكا ما كتبسطش، هكا غتبقى الله يجعل البركه. اذا هنا انت دائما ملي كتكون كتحل واحد التمرين ولا واحد العمليه، صافي داخل بيتحل واحد العمليه حول ما امكن انك تحل العملية وانت كتفكر وانت كتناقش. يعني انت كتقول واش ممكن ولا غير ممكن، ممكن دوز، واش ممكن غير ممكن، ممكن دوز، واش ممكن غير ممكن، ممكن دوز. هكا كتمرن الدماغ ديالك انك كتجاوب معاه، انت كتسول الدماغ، دماغي دابا بغيت نحسب هادي، واش ممكن نحيد هاد الجذر اللي الفوق؟ لا، كاين واحد لداخل، نبدا بعدا بهذا اللي لداخل. كيفاش غنحيدو؟ 49 هي 67، مزيان.
اذا هاد جوج غتمشي مع هذا مزيان. واش ممكن دماغي نحسبوا هذه؟ هي ممكن حسبها. واش ممكن دماغي الجذري يمشي؟ لا غير ممكن. اذا صافي تي فوا كيفاش كتم العمليه. اراد نزول العمليه المواليه. احنا جايين العمليه مثال اخر، جوج جذر 4 دو راسين 4 بلس 3 راسين 16 زائد 3 جذر 16 حنا في الاول ملي قلت لكم اودي نتعلموا دوك العمليات البسيطه ها فين غينفعونا. دابا ملي كتكون تعلمتي العمليه البسيطه هاد الشيء هذا اللي معقد غتكون على الاقل بعدا عندك عليه فكره. يعني ملي كنا كنحسبوا هاد الاعداد ديال 5 جذر 4 وقلنا ما يمكنش نديروا الضرب، اذا حتى هنا غتفهم بلي ان ما يمكنش دير جوج مضروبه في 4. اذا شنو غندير؟ نبدا دائما وريتكم القاعده، قلنا نتخلص من الجذور المربعه الداخليه اولا اللي كاينين الداخل هما الاولى. اذا شنو غندير؟ غادي ندير جوج بعدا ما عنديش فيها مشكل، نحيد بعدا هذا المشكل نحيدو اللي غتعطينا جوج وستنان زائد 3 ما تنساش طول الجذر جذر 16 غاسين 16 اللي هي 4 على بويسونس دو 2 4 وستنان بشويه عليك. هذا اللي على برا ما تقيسوش، ها هو غنديرو نطول والدي. ها هو حتى الا خفتي انك تغلط خذ المسطره كيجي داك الشيء متول. دونك غتعطيني ها هي هاد الجوج اللي كانت عندي في الاول، ها هي غتبقى مازال ما غتحسب. هذا غيمشي مع هذا تبقى جوج زائد 3 في 4. نحسبوا الضرب ديالنا دائما الاسبقيه للضرب، ما تنساوش الاخوان الاسبقيه للضرب، الاسبقيه للضرب. اذا غتعطينا 2 في 2 4، 3 في 4 3 في 4 غتعطينا 12. دونك غتعطينا 4 بلس 12 غتعطينا 16 16. واش ممكن تخلصونا عام نزيدو نكملو العمليه ديالنا؟ غتعطينا 4 على بويسونس او بيان اليكسبوزون دو 2 اللي غتعطينا 4. اذا 4 هو الجواب. واش فهمتوا العمليه كيفاش كتم؟ راه ليست معقده الا كنتي كتفكر مزيان وكتحلل. لا واه استاذ ايه طويله ما طويله، شوف انا كندربك على العمليات الدماغيه. راه ماشي، شوف معايا راه ماشي انا كنعقد لك الرياضيات ولا كندربك على العمليات الدماغيه. انا دابا كنمرن الدماغ ديالك. اما الامتحان راه قدرت تمشي تلقى خشيبات بسيطه. ملي غادي نساليو الدرس ونخدمو نماذج الامتحان في الجدول المربعه غتقول ويلي واش هذا الشيء اللي كيعطيو؟ والله الا يوك والله الا هادشي ساهل. ولكن ملي كتكون كتمرن على انك تفكر تفكير ايجابي، هذا هو الواقعيه ديال الرياضيات. اذا الرياضيات راه كتمنح لي في حياتي انني نفكر بطريقه ايجابيه وطريقه مبدعه. يلا ندوزو للعمليه المواليه. نتوما اللي غتقولوا لي شحال تعطينا؟ حسيتي براسك ان المستوى ديالك بدا كيبان في الحصه الثانيه؟ مازال حتى ما قلنا بسم الله. فاعلم يقينا ان سحر الساحر قد اثر فيك. ها السحر ديالي هادو. يلا قولوا لي هادي شحال غتعطينا؟ يلا شوف خدمها بوحدك، ما تشوفش في لي كومونتير حتى تساليها. اول مره غتشوفها تكا عليها، خدمتي حاولتي وما درتي فيها حتى شي حاجه، خدمها بوحدك. يلا فكر بشويه عليك وان شاء الله تغلط فيها، ما عنديش انا مشكل. ما تسوقش لي كومونتير.
قول لي شحال غتعطيك انت وانتي شحال غتعطيك بالمجهود ديالك. من بعد غادي نعطيكم واحد التحدي ديال واحد العملية فيها شي جذور مرونة، ولكن انا على يقين تام بلي انكم الى تبعتوا الخطوات كن على يقين انك غادي توصل للجواب. فقط ثق بنفسك وثق بمن يدرسك. ما غاديش نقول لكم علاش بديت بالجذور المربعة، لان كاين هنا الناس اللي كيسرقوا المعلومة، لذلك ما غاديش نقول لكم علاش بديت بالجذور المربعة. سر من أسرار المهنة. أربعة تساوي جوج وستة، يعني لأنك تساوي جوج في جوج. يلا نصحوها باش ما نتعطلوش. الجد الكبير غنخليوه، ها هو نص مو ماشي مشكل واخا تغلط فيه. 49 هي 7 في 7 اللي نقدروا نكتبوها على شكل جوج 7 و 2. 36 اللي هي 6 و 2. اذا غتمشي هذه مع هذه غتبقى 7، غتمشي هادي مع هادي تبقى 6. و الى لاحظتوا العملية راه ما بدلتهاش، غنحسبو بعدا هادو. 7 ناقص 6 غتعطينا 1، و حنا كنعرفو ان جذر 1 هي 1، هادي راه شفناها في الحصة الماضية. العمليه المواليه بقاو لينا جوج الاخوان نساليو التمرين باش ندوزو نعطيو واحد الملاحظه ونعطيو واحد القاعده ونخدمو عليها شويه. الله يعطيك الخير، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا على الشهاده. ها واحد الحصيرة حطينا هنا السؤال المطروح. قلنا نتخلص من الجذور المربعة الداخلية، كيفاش؟ مفهمتش. شكون أصغر جذر هنا؟ هذا؟ لا هذاك هو الكبير. هذا؟ لا هذاك هو اللي تحت منه. هذا؟ لا 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 لا. هذا إذا نتخلص من الجذور الداخلية أولا، نتخلص من الجذور الداخلية أولا، نتخلص من الجذور الداخلية أولا. العملية غنبدأ من هنا ونجر. يلا ركز معايا شوية عليك. ها 31، ها 21، ها 9، جذر 49 هي 7 و 2. شنو درنا أستاذ؟ شنو درنا؟ ما نسكري ربي غاد مشيت نعصي. الله يسر ليك. الناس اللي كانوا العام الفات راه كانوا باقيين شادين الدروس، وكاينين الناس اللي شافوا اللايفات في العطلة الصيفية. الله يسر ليكم.
إذا هنا شنو غتعطينا؟ ها 31، ها 21، ها 9. دابا هذا غنتخلصوا منه، غتبقى لي 7. إذا هاني درت التحرير. ها واحد حيدناه، كانوا عندي 4. ها واحد طيرتو، عقل مزيان. ها واحد طيرناه، كانت عندي 1 2 3 4، هذا طيرناه. ها هو دابا من حقي نجمع هاد الجوج. سعود زايد 7 غتعطينا 16. شنو غادي ندير؟ مازال دابا هذا نوبت هذا، ماشي هذا ماشي هذا، نوبت هذا. ستاش لي 4 و 2. شنو غادي يطرا؟ غتمشي هاد جوج مع هذا، ها 31، ها 21، هاد جوج غتمشي مع هذا، تبقى لي 4. بقاو دابا جوج، نحيدو بنفس الطريقة. ديما ملي كنحيد الجدر كنجمع هادو اللي كيشيطو ليا. شحال غتعطينا هادي؟ غتعطينا 25. صافي غتعطينا 25، غتعطينا 25، لأن 21 + 4 تعطيني 25. نحيد تاني هاد الجدر الصغير، ديما الجذور الداخلية. شحال هي 25؟ هي 65. إذا غتعطينا شحال؟ غتمشي هاد جوج مع الجدر، تبقى ليا 5. غتعطينا في النهاية جدر 36، اللي هي 6 و 2، اللي غتعطينا 6. أعيد. منين بدينا العملية؟ بدينا العملية من الداخل، مشى لوس مع الجدر، حسبنا هاد الجوج، عطاتنا 16، حولناها، عطاتنا 64، مشات جوج مع الجدر، بقات 4، جمعناها مع هادي، عطاتنا 25، حولناها، مشى الأس مع الجدر، عطاتنا 5، جمعنا هاد الجوج، حولناها، مشى الأس مع الجدر، عطاتنا 6. إذا فقط كتحول العدد، كتجمعو مع اللي قبل منه، كتحيد الجدر، كنحولو العدد، كنحيدو الجدر، كنجمعو، كنحولو العدد، كنحيد الجدر، كنجمعو، كنحولو العدد، كنحيد الجدر، كنجمعو. كلام درا هادشي غتلقاوه في الفروض. كنحولو العدد، كنحيدو الجدر، كنحيدو الجدر، كنجمعو. ثم كنعاودوا العملية، ثم كنعاودوا العملية مرة ومرة 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 حتى نسالي.
صافي كنعاودوا العمليه مره ومره 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 حتى نسالي. اذا غتبقى لكم واحد العمليه تما للتحدي، جاوبوا عليها انتم ديك العمليه اللي بقات، ثم غادي ندوزو ان شاء الله تعالى نعطيو معلومه جديده في هذه الحصه.